أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم سارت أجواء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، وهطلت زخات من الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى كنتيجة لتأثر المملكة بمنخفض جوي. خلال الساعة القادمة تتراجع تأثيرات هذا المنخفض الجوي لتميل الأجواء للاستقرار تدريجيا. الأحوال الجوية المتوقعة للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء رطبة بشكل عام، 6 درجات مئوية ملموسة 4، رطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المناطق اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية. يبتعد المنخفض الجوي وتميل الأجواء للاستقرار. إربد 18-6، عجلون 16-6، جرش 17-7، ونفس الحرارة في المفرق مع أجواء غائمة جزئيا. المنطقة الوسطى الزرقاء 17-8، البلقاء 15-8، عمان 14-7، مأدبة 15-8، والبحر الميت 23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 14-7، الطفيلة 15-7، الشوبك 12-6، معان 19-7، والعقبة 26-17 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 21-8، الصفاوي 20-7، ورويشد 21-9 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.